وأشار آلن إلى أن المملكة لديها أفكار طموحة في بناء الصناعات الحربية ومجالات الدفاع الجوي، لافتا إلى أن مبادرة مستقبل الاستثمار تشجع على تحقيق تطلعات بوينغ في تلك المجالات. There's a tremendous opportunity right now. The focus that the Crown Prince and the government. ما من شك أن هذا الحدث يمثل ربطا لتجاربنا واستعراضا لما هي الفرص المستقبلية في المجالات الدفاعية ومجالات صناعات الدفاع الجوي. والمملكة لديها أفكار طموحة في السلام وبناء الصناعات الحربية. كما أن السعودية تعمل في هذا المجال، مجال الدفاع الجوي، وهناك فرص عظيمة متاحة المملكة في بناء صناعاتها. وبالنسبة لنا يمثل هذا الحدث فرصا في الصناعات الحربية وصناعة محركات طائرات بوينغ. وهذا الحدث أيضا يشجع، أو هذا المؤتمر يشجع على تحقيق تلك التطلعات والأمان المستقبلية.